يوسف نسمع فيك تفضل. انا طبعا تابع برنامجكم، انا خبير متفجرات يوسف الطيره تبعيتي لوزاره الداخليه. لعند الوقت اللي تو انت تكلموا فيه انا تو كنت ننزع في صاروخ من صواريخ الدواعش اللي زرعوه في بنغازي، تو في مزرعه في النواقيه كنت ننزع في صاروخ في منطقه النواقيه. نعم. من عمل الخوارج اللي سيبوه لنا انا. نعم نسمع فيك استاذ يوسف، نسمع فيك. خلاص تو كنت ننزع في صاروخ ونقول لهم نحن ما نزرعوش في الالغام، لان الالغام ما ينزرعنش الا بخريطه بتنقذ ارواح الناس. الجيش ونحن ما نزرعوش في الالغام، نحن نفكوا في الالغام. انتم زرعتوا الالغام في الاطفال في الالعاب الاطفال، العاب الاطفال زرعتوا الالغام. في بنغازي لقينا ما فيش حاجه مش ملغمه. اي حاجه لغمت، ولما انتهى الجيش وحرر بنغازي، حرر بنغازي من الدواعش وحررها، قعدنا نحن ننظفوا في الالغام، قعدنا نحسن في الاطفال، اطفالنا هم اللي قاعدين يموتوا في قنفوده في بوسليب. ما لهاش ايام، بس فتره بسيطه توا تفجر الالغام في بوسليب، هم زرعوه للجيش والجيش حرر المنطقه وقعد يحسن في اطفالنا. هم اللي اجينا كل شيء موثق، حتى الصواريخ والالغام مين مجيبينهم؟ حكيها ووثقناهن على قناه الحدث ووثقناهن على قناه الاخباريه، ووثقناهن ان اللي لقيناهن ان مصدرهم من تركيا، جايات عن طريق تركيا للغام. تسمع فيا استاذ احمد؟ نعم استرسل، اعطينا اكثر معلومات استاذ يوسف، اعطينا. عرفت لقينا الالغام اللي مزروعاتنا جايات عن طريق تركيا، البطاريات اللي لقيناها ملغمات، البطاريه اللي لغموا بها لقينا الصناعه نتاعها 2015 ايام الجيش محاصر الدواعش في الصابري وفي كنفوده، كان الدعم يجيهم من البحر وعن طريق مفراته في الجرافات. البطاريات صلاحيتها جديده، البطاريات اللي فجروا بها الشحنه اللي تجي، الكبسون، الماده اللي كانوا يستعملوا فيها، والصواريخ كلهم جايبينهم من تركيا. اللي بعدها لما الجيش حرر لعند النهار هذا واحنا نفكوا في الالغام ونحفظوا في الالغام وهن الالغام يحفظوا في اطفالنا. انت شو تقول؟ وانت بتقول ان الجيش يفخخ؟ الجيش مستحيل يفخخ، لان عارف لان اطفالنا اكثريتهم ماتوا من المفخخات. يوسف كم عدد او كم احصائيه الالغام اللي تم حصرها وتم تفكيكها من مناطق بنغازي، وعدد لي المناطق اللي كان فيها هؤلاء الارهابيين وقمتم ب يعني تفكيك الالغام فيها ونزعها. الالغام من اول ما بدأنا المناطق اللي حررناها، اول ما بدأت الطلحيه، الهواري، سيدي فرج، بواطني. هذا اول ما بدأوا يفخوا في الانواع نتاع المفاطر اللي كان لنا حاجه حديثه، وكانت الشبكه اللي يديروا فيها شبكه غريبه بكر، يعني ناس فنيين دخلنا في التلغيم. وبعدها بدينا في تفكيك الالغام عند وصلنا مصنع الاسمنت والقواشه وابو سنيب قنفوده، اخر حاجه كانت معقل الدواعش عمارات ال 12، اخر معقل لهم سوق الحوت كان والبلاد قبل درنا. طبعا الناس نحكوا على بنغازي نحن، عرفتوا؟ نعم. المهم كانت الاحصائيه، ما نقدرش نقول لك الاحصائيه، نحن اربع جهات في الداخليه، وزاره الداخليه اربع جهات، يسكن في الالغام اربع جهات. نعم. وفي الجيش هندسه عسكريه اقسام تواجد بكل. كل نحن غرنا، انا شخصيا اللي فاتن اكثر من 1500 لغم. هذا انا شخصيا معناها اشوف المفرزه الهندسه العسكريه كم فاكه ونعطيك بالعلم. وحتى للعلم للعرب بنغازي ما زال في الغام عندنا. نعم. ما زال في مناطق نحن ما خش، يعني الناس ما جاتنش، ما زال في مزارع هلهن ما جوش، ما زال في حشام في الطابري هلهن ما جوش. يعني الغام ما زال فيه يعني الغام. عدد بالالاف. الدول ما باش يصدق معانا، امكانيات ضعيفه. راجل الي جابوا راجل الي وامكانيات جابوا المغرب. المغرب بس نحن ما جابولناش اي امكانيات الامم المتحده. جابوا المغرب، نحن قاعدين نفكوا بمعداتنا القديمة. بالبينسة يفك. بالبينسة والكشافيتة يا استاذ احمد. يا فندي يوسف، بإيجاز فقط، هل جاتكم منظمة دولية، منظمة تحقيق؟ هل سمعتوا باهتمام دولي لكل هذه المزارع من الألغام الموت القاتلة للمئات من المواطنين في مدينة بنغازي؟ كيف ما الآن بدأ الصراخ يسمع من هذه المنظمات في طرابلس؟ يا استاذ احمد نعطيك حاجه وتكون عبره لكل الليبيين.
ايام حرب اللي ما يقول انفجر ليبيا على فرس مش قالوا فيها دواعش وفيها الغام. الامم المتحده دعمت حكومه الوفاق بخمس رجال اليين، رجال اليين يفكوا في الالغام في سرت، وما فيش ولا حاله تفجير لغم في سرت. ونحن كل يوم تحصد في جيشنا وبعدها كده تحصد في المواطنين الغام، واطفالنا يموتوا والله بالسبع سنوات وخمس سنوات قسما بالله. اطفال ثلاثه قدام باتهم ماتوا، سووا الحوشهم ماتوا ثلاثه اطفال قدام عينا، ما لقاش لا راس لا كرعين. لقاها الدنيا مطرته قدامها، ونحن ما باش تدعمنا الامم المتحده. طيب. دعمت حكومه الوفاق وراوا للعلم ان ما فيش لغم ايام حكومه الوفاق تفجر في سرت، وما فيش حد مات في سرت بلغم. ايام حكومه الوفاق كانت في سرت. باهي ونحن الالغام في كل مكان في بنغازي، وقسما بالله العلي العظيم الاكلام نقولها لك. نعم. والله يشهد علي. باهي قسما بالله كل يوم الموت من بنغازي، والامم المتحده والله ما دعمتنا بينسى بينسى نشروا فيها برواحنا من المحل بتاع موت بناء. طيب شكرا لك يوسف. من بنغازي يوسف الطيرة الأفندي أحد أعضاء الهندسة العسكرية. على كل حال شكرا على مجهوداتكم، ونترحم على ضحايا ومن قدموا أرواحهم من أجل انتزاع هذا الموت المنتشر في شوارع ومناطق بنغازي، أبرزهم نبيل الصرماني الشهيد وشهداء سراج الطيرة وطارق الصعيدي. إذن مشهد الموت الآن لتعيش بنغازي لهذا التوقيت لهذه الساعة كما تحدث يوسف هو ما يحدث الآن في طرابلس. إذن المتهم واضح. إلى اللقاء.